أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في حقوق الناس، ونذهب إلى الإمارات حيث أكد نشطاء إماراتيون أن المعتقلين الإصلاحيين يتعرضون لتعذيب شديد في السجون، وأنهم محرومون من النوم والعلاج، ويرقدون في زنازين صغيرة ويقادون إلى الحمام معصوبي الأعين. وأشار النشطاء إلى تدهور صحة العديد من المعتقلين حسب شهادات أبنائهم وأقاربهم الذين قالوا إنهم في حالة يرثى لها. حسن المنصوري وهو ابن الناشط محمد المنصوري قال إن المعتقل الناشط راشد الشامسي ظهر مغبر الملابس والوجه وأشعث اللحية والرأس ويشتكي من الزنزانة، وبدأ في حالة من عدم الاستقرار وكلامه بطيء جدا. وأما المعتقل إبراهيم الياسي فلا يستطيع المشي جيدا ويشتكي من آلام في ركبته، فيما ظهر عيسى السري حسب ما نشره المنصوري في حسابه على تويتر فاقدا للكثير من وزنه، وشفتاه متقطعتان ويغلق فمه ولا يستطيع أن يفتحه من شدة الجفاف، ووضعه حرج جدا، فيما يقول شهود عيان أن عددا من المعتقلين تظهر عليهم علامات الخوف الشديد. للمزيد حول هذا الموضوع أرحب عبر الهاتف بسعيد ناصر الطنيجي مدير عام جمعية الإصلاح سابقا. سيد سعيد ناصر الطنيجي نرحب بك في حقوق الناس، بداية حول ما ورد في هذه الشهادات ما نشره السيد المنصوري على حسن المنصوري على حسابه في تويتر، هل تم التأكد فعلا من ما قاله حول أوضاع النشطاء الإصلاحيين في السجون الإماراتية التي بدت يعني كما ظهر في هذه الشهادة أوضاع مزرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بك الأخ جمال والأخوة المشاهدين والمستمعين. الحقيقة كنا الفترة السابقة ولعل في قناتكم المؤطرة أشرنا إلى أن هناك احتمالات، يعني كنا نضع احتمال أن يكون هناك تعذيب للأخوة المعتقلين، وبنينا احتماليتنا على أنهم أهاليهم ممنوعين من الزيارة ولم يمكنوا لهم، كما أن المحامين لم يسمح لهم بحضور جلسات التحقيق. هذا وضع علامة مؤشر وعلامة استفهام عندنا بأن المعتقلين يتعرضون للتعذيب. ولكن اليوم أصبحت حقيقة أمامنا واقعة أنه المعتقلين يتعرضون للتعذيب لمجموعة شواهد. ما هي هذه الشواهد؟ لأنه السيد حسن المنصوري يعني ذكرها في حسابه في تويتر، على ماذا استند حسن المنصوري في شهاداته؟ أخي الكريم، التمديدات الفترة السابقة تمديدات السجن للمعتقلين كانت تتم دون أن يكون للقضاء يعني دور في هذه المسألة، القضاء ما كان يمدد، فانتقد بعض المحامين اللي كانوا الموكلين انتقدوا هذه الممارسة التي تمت، فهم حتى يتحاشون هذه الممارسة كان لابد أن يحضرونهم أمام القضاء، وبالتالي حتى شكل إحضارهم أمام القضاء حتى يعلم المشاهد والمستمع أن شكل إحضارهم للقضاء كانوا يحضرونه في أوقات تقريبا في نهايات الدوام، وربما قد تكون حتى في يعني أو شكل دوام على الانتهاء، ثم يحضرونهم من أبواب خلفية، وبالتالي كان يعني بعض الأهالي متواجدين وكانوا ينتظرون مثل هذه اللحظات واستطاعوا أن يكونوا متواجدين وقتها، وهؤلاء المعتقلين يعني شرحوا أوضاعهم للقاضي وقتها وبينوا صور من الصور التي كانوا يعانون منها، فذكر بعض منهم أنه لا يستطيع الوقوف، وبعض منهم يذكر أنه لا يستطيع أن يجلس حتى أنه يتلمس الكرسي حتى يجلس، وبعضهم ذكر شكل الزنزانة ووضع الزنزانة التي يعني فيها من تسليط إضاءة يعني متواصلة قوية عليه ليل نهار، من برودة شديدة، مسافة ضيقة جدا للزنزانة عبارة عن واحد وواحد ونص، السقف الذي كان يعني موجود هو سقف هيدروليك بحيث أنه لا يستطيع أن ينتصب قامته قائمة، هذه يعني كلها هذه المسائل شاهدتها بعض يعني كل هذه الأشكال من المعاملة، يعني أعتقد بأن المسمى المنطقي الذي ينطبق عليها هو شكل من أشكال التعذيب. نعم نعم، والأمر الآخر يا أخي الكريم، يعني رحنا هناك بعض يعني حين يعني ثيرت هذه المسألة أصبح الرد من بعض الذين يحاولون أن يظهرون بأن المعتقلين ليس يعني متعرضين للتعذيب، نحن نريد أن نسأل مجموعة أسئلة ثم نجيب حتى على بعض التشكيكات التي يحاولون منها.
نسأل مجموعة أسئلة. السؤال الأول: لماذا لم يمكن الأهالي إلى هذه اللحظة من زيارتهم للمعتقلين؟ يعني حتى الآن لم يستطع أي من ذوي هؤلاء زيارة المعتقل قريبه في السجن؟ بعض منهم مضى له 4 أشهر وبعض منهم مضى له شهران، زين، والبعض الآخر أقل من ذلك، لكنه إلى الآن لم يمكن أحد من زيارة يعني من الأهالي زيارتهم. وما هو السؤال الثاني؟ حتى المحامين أخي الكريم اللي يعني عندهم بعض منهم توكيلات لم يسمح لهم بحضور جلسات التحقيق. إذن يعني لماذا الإخفاء إن لم يكن هناك يعني تعذيب؟ الأمر الآخر اللي هم يحاولون أن يدافعوا ويقولوا أن لا ما في تعذيب، طيب شو دليلكم؟ قال لك والله أنهم يتصلون بالأهالي. طيب الاتصال هذا أولا ليس كافيا، ثم هو هذا شخص مسجون وهم يتصل بالأهل ويسألون كيف حاله ويقول لهم والله أنا بخير، ما تدري شو وضعه، ربما هو تحت يعني تحت الضغط عليه أنك أتصل. سيد سعيد، سعيد الطنيجي، حسب المعمول به في الإجراءات القضائية الإماراتية، هل هذا عدم السماح لهؤلاء أن يزورهم ذويهم، هل هذا موجود في إجراءات القضائية الإماراتية؟ هل هذا ممكن بداية قانونيا؟ أولا من ناحية القانونية أنا مو لست متخصص قانونيا، لكن سألنا كثير من الأخوان المتخصصين قانونيا قالوا هذا مخالف، يعني يفترض أنه الأهالي أن يمكن لهم، والمحقق يعني المحامي يفترض أن يحضر جلسات التحقيق، كيف أن يصير يحقق والمحامي لا يمكن؟ هذه كلها مخالفات للقوانين المعمولة لها بها في الدولة. ولكن ربما من جهة أخرى سيد سعيد الطنيجي، حسب ما ذكر في وسائل الإعلام الإماراتية قبل فترة بأن التهم يعني تهم من العيار الثقيل، تهم تآمر على الدولة، الاتصال مع جهات أجنبية، هل هذه تبرر للسلطات الإماراتية تلك المخالفات القانونية في عدم السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو بذويهم أو زيارة ذويهم لهم؟ سبق وأن ذكرنا وقلنا أنه رحنا يعني جمعية الإصلاح ودعوة الإصلاح، يعني الحمد لله مسيرتنا بيضاء وسلمية 100%، ولا يوجد علينا من فضل الله تعالى أي مؤشر أو دليل يتهمونا في ذلك. ولهذا هي نحن الآن نقول أن كل محاولات اليوم التعذيب حتى تؤخذ الأقوال قسرا، تؤخذ الأقوال قسرا، وطبعا هذه معروفة في العرف الدولي والقوانين الدولية والمحلية أن الإنسان إذا يعني أجبر حتى في قضايا الإسلام والإيمان، يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، حتى الإنسان قد يعبر عن كلمة الكفر إذا ضغط عليه، حتى في القضايا اللي هي قضايا فيصلية بين الكفر والإيمان. ولكن هل هناك وقائع أدلة سيد سعيد الطنيجي أن الاعترافات التي ذكرت سابقا أنهم اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم، هل هناك وقائع جديدة أن هذه الاعترافات أخذت بالإكراه؟ هل قالوا لذويهم أو لمحاميهم بأن هذه الاعترافات لا تمثلنا؟ أولا نحن لا نعلم عن واقع المعتقلين كما ذكرنا، ما حد على الاتصال معهم، ثم أنه يعني الأدلة والشواهد والبينات والدلائل هذه توجه للجهات المعنية أن إذا عندهم أدلة يأتوا بها. طيب هم الآن بعض منهم مضى له 4 أشهر وهم يحققون معهم، والبعض مضى له 2 شهر وهم يحققون معهم، طيب أين الأدلة اللي يتكلمون بها؟ أما أن في نهاية المطاف يأتوني بأدلة تحت التعذيب فهذه غير معترف بها أصلا. طيب هل صلة الاتصال مع السلطات الإماراتية يعني انقطعت تماما في هذا الشأن؟ هل كل الجهات الإماراتية موافقة فعلا على ما يجري؟ الأهالي يذهبون إلى النيابة ويستفسرون عن أهاليهم ولا يجدون إجابة، ويذهبون إلى الجهات المعنية ولا يجدون إليها إجابة. المسألة الأخرى الشبهة التي أحببت أن أوضحها أيضا يا أخي الكريم، أن الكثير يقول أن المعتقلين مسموح لهم بتوكيل المحامين وبالتالي يعني الوضع طبيعي. نقول لهم المحامين الموجودين الآن هذه عبارة عن بعض المعتقلين عملوا وكالات للمحامين قبل الاعتقال، لأن كانت تهديدات مسبقة يعني أنه ستتم اعتقالات، فبعض منهم بادر، خاصة يعني اللي بعض منهم اللي لديه معرفة بالقوانين، فبادر بعمل بعض التوكيلات للمحامين، في حين أن الغالبية من المعتقلين الآن لم يمكن لهم يعني بوضع محامين لهم.
طب وحتى اذا بادر من طرفكم، اذا بادر احد من جمعيه الاصلاح بتوكيل محامي عن هؤلاء الذين لا محامي لهم، هل يرفض ذلك الطلب؟ نعم نعم، الان الاهالي يذهبون الى النيابه لان يوكلوا عن المعتقلين، لا يسمح لهم المحامين. الان المسموح لهم فقط بعض، كما ذكرت لك، بعض المعتقلين من قبل ان يدخل السجون لكون انهم عندهم خلفيات قانونيه عملوا بعض التوكيلات، فهؤلاء اما غالبيه المعتقلين فليس لديهم يعني محامين الى هذه اللحظه. فبالتالي نحن مطالبنا اخي الكريم انه الان ان تشكل الجهات الرسميه كجهات يعني تعتبر محايده، ان تشكل لجنه في التحقيق في موضوع التعذيب، وان تبادر ولا تعطي الفرصه للجهات الامن يعني بحيث انه يعني ياخذ الفتره الكافيه في تحسين اوضاعهم، ونحن نتمنى ذلك ان تبادر في تحسين اوضاعهم، لكن الحقيقه ايضا يعني نطالب الجهات الاخرى بان تتدخل. لكن اسمح لي سيد سعيد ناصر، يعني جهات وجهات عليا واخرى، من هي فعلا الجهات المسؤوله عن هذه الاعتقالات واستمرار هذه المعاناه للنشطاء الاصلاحيين في الإمارات؟ هل عرفتم فعلا الجهة بالتحديد المسؤولة عن اعتقال هؤلاء والاستمرار في اعتقالهم ومعاناتهم؟ طبعا جهاز الأمن يا أخي الكريم هو المسؤول عنها كل المسائل الآن اللي تتم داخل الدولة من اعتقالات بالنسبة لدعاة الإصلاح، فجهاز الأمن هو المعني في هذا الموضوع، واللي يتصلون بك يعني يحددون صفتهم على أنهم هم جهاز الأمن اللي يقومون بهذه. طب هل اتصلتم بقيادات البلد من مشايخ الإمارات لمحاولة فك رموز هذه القضية التي كما تقول الأمن هو الذي يعتقلهم، وبالتأكيد هناك وراء هذا الأمن أيضا جهة من قيادات الإمارات هي التي توعز باعتقالهم؟ أخي المحاولات جارية وقائمة، ونتمنى أن إن شاء الله تعالى نجد يعني التجاوب المطلوب من القيادات السياسية داخل الدولة بأن تنهي هذه المحنة والفتنة والأزمة التي تمر فيها البلد، لأن نحن اليوم في يعني في أزمة وفتنة ومحنة كبيرة جدا وشديدة جدا، وخاصة بعد معرفتنا في موضوع التعذيب. يعني الحقيقة يعني هذا من حذر خطير جدا. كيف يتفاعل هذا الموضوع، الأنباء عن وجود تعذيب داخل معتقلات الإمارات لإماراتيين نشطاء إصلاحيين يرفعون شعار الإصلاح في بلدهم، كيف يتفاعل هذا الموضوع لدى الإماراتيين؟ أخي الكريم أن الحقيقة خارج الدولة، ولكن كما أنت تلاحظ في تويتر زين وغيرها من هذا، أن في هناك يعني سخط عام وفي عدم رضا وقبول عن هذه الممارسة التي يعني سمعنا بها. رحنا مجتمعنا الإمارات الحمد لله مجتمع آمن ومتعايش ومتحاب ومتواد ومتآلف ومتكاتف فيما بينه، يعني رحنا ما موجود بيننا الحمد لله العنصرية ولا بين موجودة الطبقية، مجتمع يعني فيه تسود المحبة والمودة والرحمة والتكاتف. الآن الحقيقة مثل هذه الممارسات ابتداء من موضوع الجنسيات وسحب الجنسيات، واليوم وبعدها قضية الاعتقالات، واليوم قضية التعذيب، الحقيقة يعني أصبح المجتمع الإماراتي مجتمع متأزم من ما هو يسمع عنه ويشاهد اليوم في موضوع الممارسات الأمنية اللي تكلمنا عنها. شكرا جزيلا لك مدير عام جمعية الإصلاح في الإمارات سابقا سعيد ناصر الطنيجي، كنت معنا عبر الهاتف.